السلام عليكم شباب، معاكم ماكو من بي جي اس. فيديو اليوم عبارة عن مقارنة بين الأفلام والألعاب. طبعا جاتني هالفكرة حق الفيديو يوم شفت مقالة حق مدير التنفيذي حق شركة EA، هو بنفسه قال أن الألعاب تعطيكم فكرة عن القصة أفضل من الأفلام. هاي اللي هو قاله، يعني هو اللي يقصده أنه في بعض الألعاب تعطيك فكرة عن القصة وتخليك أنه تقول لك القصة بطريقة أفضل من الأفلام. ففي وايد ناس كانوا ينتقدون هاي الشيء، في وايد ناس كانوا يوافقون في هالشيء. انا من الناس اللي يوافقون كلام المدير التنفيذي حق شركة EA، ويوم قال ان الالعاب تعطيك قصة او تعطيك فكرة افضل عن القصة من الافلام. في عدة اسباب حق هاي الشيء. طبعا احنا كلنا نعرف ان لما تشوف فيلم انت تندمج فيه، شيء طبيعي. فيلم انت قاعد، سواء كنت في السينما، في البيت، في اي مكان كنت قاعد تشوف فيلم تندمج فيه، شيء طبيعي. لكن اوكي، يمكن بعض الناس يحسون ان انت تندمج فيه لدرجه انك تحس انك انت في الفيلم. انا اقول لكم بعد هاي الشيء صحيح، لكن في الالعاب انت تلعب هاي الشيء، انت اللي قاعد تسوي القصه، انت اللي تتحكم في القصه، فانت كانك يعني تتدخل في اجزاء من القصه. فهاي سبب من الاسباب اللي يخليني اقول ان الالعاب تعطيك فكره افضل عن القصه من الافلام. يمكن لان انا من الاشخاص اللي ما يحبون يتابعون الافلام، فكلامي كذي. عشان كذي ابيكم انتم بعد تتفاعلون معاي في الكومنتس او على تويتر، تقول لي رايكم في هاي الشيء. طبعا في بعد وايد اشياء، او في وايد العاب عفوا، ان تعطيك فكره افضل عن القصه. في وايد العاب معروفه ان اللعبة هذه قصتها هي أهم شيء، مثلا مو بس طور الأونلاين أو الملتي بلاير اللي في اللعبة. في ألعاب بس يركزون على القصة، في ألعاب ما فيها ملتي بلاير. من الألعاب اللي يمكن وايد ناس يوافقوني إن أهم شيء فيها القصة، في عدة ألعاب، وما أبي أذكر ألعاب وأظلم ألعاب ثانية، بس راح أذكر إن كم لعبة جات في بالي. لعبة هيفي رين، كل اللي لعب لعبة هيفي رين بيعرف إن أنت كأنك اللعبة صايرة فيلم. بس شنو الشيء الحلو في هاي اللعبة؟ إنك أنت لك دور في هاي الفيلم، انت اللي تختار السيناريو اللي تبيه، انت اللي تحدد شنو يصير لما انت تبيه. فهاي بعد سبب من الاسباب اللي خليني اؤكد ان بالنسبه لي انا الالعاب افضل من الافلام في هاي الناحيه. مو معناته ان الافلام شيء سيء، لا، بس قاعد اقارن مقارنه بسيطه، لا احد ياخذ الموضوع على بشكل جدي ويعصب يقول لا انت لانه ما تحب افلام. ابدا ما في اي شيء من هاي النطاق. المهم في وايد العاب بعد معروفة بقصتها والناس يحبون عاد قصتها. خلينا نقول فاينل فانتسي، انا ما لعبت فاينل فانتسي، بس حسب ما قريت من الناس ان هاي شيء يعجبهم. ذا لاست اوف اس اخر لعبة يمكن فيها قصة كانت خيالية. اساسن كريد قصة معروفة، واللي حلو في اساسن كريد بعد انها تعطيك معلومات جديدة عن، او معلومات تاريخية تعطيك اياها اللعبة، فانت من اللعبة قاعد تستفيد وقاعد تعرف القصة. في وايد العاب بعد مثل ريد ديد ريدمشن، انا عجبتني القصه مالت هاي اللعبه. انشارتد ما اتذكر كان تورشد او لا، بس انشارتد بعد من القصه روعه، فيها الغاز وكذي. وفي العاب اللي قصتها شويه تكون غريبه، مثلا بورتل قصتها غريبه وطريقه اللعب غريبه بعد في لعبه بورتل. سايلنت هيل، خلينا نقول سايلنت هيل بعد فكرتها حلوه، لعبه صار غامضة وكذي. ففي عدة ألعاب تخليكم أنت تتفاعلون مع القصة. هاي الشيء اللي أنا أفضله عن الأفلام، إنه بدل ما تطالع فيلم مثلا تلعب لعبة وتقدر تنفعل فيها وتندمج في القصة مالتها، وراح تلاحظ إنك شوي شوي تندمج وتبي إن تبتدي تدمن اللعبة عشان تخلصها بأسرع وقت وتعرف شنو قاعد يصير في القصة. طبعا في مثل ما قلت في وايد ألعاب ما ذكرتها، بس حاب اذكر بعد متل جير. خفت ان الناس ان يضايقون اذا ما ذكرت متل جير، بس بعد متل جير من الالعاب اللي تخليكم تندمجون في القصه. قولوا لي انتم رايكم في شنو تفضلون، هل الافلام او الالعاب؟ قولوا لي اي لعبه مثلا اللي قصتها وايد عجبتكم من بين كل الالعاب اللي لعبتوها. والحين بعد قاعد نشوف سماعات الواقع الافتراضي، مثلا بروجكت مورفيس اللي قاعد يشتغلون عليه شركه سوني، شفنا من قبل اوكيلس ريفت وغيرها، قبلها كان في الكونكت. يعني هاي اشياء قاعد تسويها شركات الالعاب عشان انت تتفاعل مع اللعبة أكثر وتخليك أنت تعيش جو. يعني لما تشوف فيلم وتشوف هاي الشخص يمثل الدور في الفيلم، هاي الأجهزة اللي تسويها الشركات تخليك أنت تمثل هاي الدور، وأنت اللي تلعب دور القصة مثلا. يعني أنت اللي تحدد شنو يصير، وأنت تتفاعل، وأنت تختار السيناريو اللي تبيه في هاي النص. هاي الشيء حلو اللي يصير في عالم الألعاب، أنك أنت تختار اللي تبيه، مو بس مثلا الأفلام طالع. الأفلام بعد شيء حلو، ما أقول لكم إنه مو شيء حلو، بس بالنسبة للألعاب هي أفضل من الأفلام حق إدراج القصة وإخراج القصة بشكل أفضل. مثل ما قلت، كتبوا لي تعليقاتكم في الكومنتس إذا توافقون. قول لي بعد رأيكم عن سماعات الواقع الافتراضي، مثل
اللي قاعد يصير الحين بروجكت مورفيوس اللي قاعد يشتغل على شركه سوني بشكل قوي، وقبلها الاوكيوليس ريفت. هل هاي الشيء يساعد ان احنا نندمج اكثر في القصه، او هاي الشيء مثلا بيكون له تاثيرات سلبيه بعد ما ندري عن هالشيء للحين؟ فعلهم هاي يكون فيديو بسيط، بس كنت حاب اقول في راي عن هالموضوع. كتبوا لي رايكم انتم في الكومنتس. فهاي كان كل شيء، كان معكم ماكو. لا تنسون تتابعونا على فيسبوك انستغرام وتويتر. شكرا لكم على المتابعه، مع السلامه شباب.